إخواني أخواتي، أسعد الله أيامكم بكل خير. تحية دائما لإخواني في قناة أصحاب المصائر المتتبعين الكرام، وكذلك الإخوة اللي معنا عبر الواتساب. نتمنى لكل يكون بخير وعلى خير. حنا كنتواجدوا أنا والأخ الجليل سي عبد الرحمن أباحو في مقر مادة الإعلاميات بمركز التربوي الأليز الاجتماعي للمكوفين بسلا، تابع للمنظمة العلوية لرعاية المكوفين بالمغرب. قبل هذا وذاك أشكر الأخ الكريم أستاذ زكريا مهتدي على تسجيل هذه الحلقة، دائما معنا تبارك الله عليه، نتمنى له التوفيق. تحية له، كذلك تحية اللي حاضر معنا وجميع الإخوة والأخوات. إذا مرحبا بكم، اليوم غنهضروا شوية أنا السي عبد الرحمن أباحو على اليوم العالمي للشخص المعاق. غنناقشوا واحد النقط أساسية قبل ما ندخلوا النقاش. دائما كما كنقول الإخوة المتتبعين الكرام، أنا كيعجبني الفيديوهات بحال هادو نسجلهم بطريقة عادية، ما ندير لا ميكساج لا طبلات الميكساج لا ميكرو حدايا لا حتى حاجة، باش يكون الصوت حتى بالنسبة للكفيف يعرف بأن حنا في واحد لوكال في واحد المكان. ثم كنعتذر إذا كيتسمع بعض الأصوات على ناحية المركز، جا قرب المحلات التجارية كاينين الناس تيبيعو ويشريو. إذا كان بعض الأصوات الحمد لله ما تسمعوا غير اللي مزيان، غتسمعوا الفواكه تيتباعوا، راك عارفين الموسم ديال فصل الشتاء. إذا اللي غنناقشوا أنا والأستاذ الجليل سيدي عبد الرحمن أباحو، غنناقشوا ثلاثة نقاط. النقطة الأولى، اليوم العالمي للشخص المعاق. سي عبد الرحمن، واش بصح هذا اليوم يوم عالمي للشخص المعاق؟ واش كاين هذا اليوم ولا ما كاينش في النظرية ديالك؟ إذا كاين باش كاين، إذا ما كاينش علاش ما كاينش؟ هو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنشكرك الأخ الكريم اللي بدوي على الاستضافة، نشكر الأخ الكريم المهتدي اللي ساهم في إخراج هذه الحلقة. أعتقد على أنه لما نتحدث عن اليوم العالمي للشخص المعاق، فهو واحد اليوم اللي مدرج ضمن قائمة أيام العمل العالمية في الأمم المتحدة. يعني هو راه كاين ماشي ما كاينش، ولكن التأثير ديالو هو داك لامباكت اللي تيخلي على الأقل نحن في المغرب ما كاينش شي تأثير كبير ديال اليوم العالمي للمعاق. صحيح، انا حتى في دوري انا كنشاطر كرأي، مثلا احنا هالمنظمة، مثلا احنا هالمركز، احنا هنا في هذا المركز ما بان لي ما داروا حتى حاجه، المؤسسه ما دارت حتى شي حاجه، ما دارت شي جلسه، ما دارت شي ندوه، ما دارت شي محاضره، يعني شي حاجه. ماشي غير هذا المركز، يعني واحد مجموعه من المراكز ما دايرين والو، حتى اللي داير شي حاجه خفيفه. يعني هذا النهار ماشي زعما خصو يكون نهار العيد. واعتقد بانه اليوم العالمي للمعاق هو فرصه من اجل تدارس ما انجز من طرف اشخاص بوضعيه الاعاقه كيف ما كانت اعاقتهم، وهي فرصه من اجل وضع واحد السلسله ديال المشاريع التي سيتم انجازها من طرف اشخاص بوضعيه اعاقه في السنه المقبله. وانا اعتقد انه ما ينقصنا احنا كاشخاص بوضعيه اعاقه هو ما يسمى بالنقد الذاتي. يعني انه احنا مازال عندنا هاد شويه ديال المشكل في انتقاد انفسنا. يعني ما نقدروش نقولوا ما هي المسائل اللي كانت موضع خطا من طرف الاشخاص في وضعيه الاعاقه، وما الذي يجب ما الذي يجب اصلاحه، وشنو هي الحوايج اللي يعني خصنا نعملوا على اعاده النظر فيها. نعم، اذا يعني المساله المواليه هاد انا كيبان ليا يعني هاد المؤتمرات وهاد النقاط اللي تتناقشوا يعني في هاد المناسبات او في هاد الايام الدوليه او الوطنيه للاشخاص كما تقولون في وضعيات اعاقه، يعني انا بان ليا تقريبا من سنه 98 الى احنا في 2021 كاين اهتمام بزاف بهاد الفئه، يعني في الاعلام وفي يعني في واحد المجموعه من الاشياء، ولكن ما يعني ما الاحظه فقط يعني كيخدموا على الشكليات
ولكن يعني الامور الحقيقيه ما بانليش فيها شي تغيير. يعني اشنو فيها المشكله؟ قلنا المعاقله بكم. يعني قال لك بغينا نرتبوا شويه نقولوا اشخاص مدعيات اعاقه ونقولوا كذا ذوي الاحتياجات الخاصه، كاين اللي قال لك ذوي القدرات الخاصه ذوي كذا. واش حنا عندنا المشكل في الاصطلاح؟ ماشي مشكل في الاصطلاح، انا في النظريه ديالي قد ما هو عندنا المشكل في الانجاز، يعني ما انجزه او ما انجزته له، يعني لهذا الشخص المعاق. واه شنو كتقول في هذه النقطه؟ واه اعتقد على انك قلتي كل شيء استاذ، لانه المشكل عندنا حنايا خصوصا في العالم العربي في التعامل مع الفئه هو انه دائما كنلقاو حصان في الهضره. نعم كنصوروا مؤتمر كنبداو نتكلموا الاشخاص وضعيه الاعاقه هم افراد من هذا المجتمع ووجب يعني مساعدتهم على تحقيق انجازاتهم ووجب العنايه بهذا الاشخاص وضعيه الاعاقه، ولكن فاش كنهبطوا للارض الواقع يختلف تماما عن ما يقال داخل المؤتمرات، وهذا الشيء اللي خلى واحد عدد كبير ديال المعاقين يفقدوا الثقه في هذه المؤتمرات ويفقدوا الثقه في هذه اللقاءات، لان تيقول لك بانه شنو هو الاثر ديال هذه اللقاءات عليا انا في الحياه ديالي الحقيقيه فوالا في الواقع ديالي على في الواقع ديالي كشخص وضعيت اعاقه شنو هو الاثر ديالها عليا؟ بصفتك يعني وضع يعني عندك عضويه في بعض الجمعيات يعني التي تهتم باشخاص في وضعيه الاعاقه، بغيتي نذكروا الجمعيه بغيتي ما نذكروهاش، المهم انا عرفتك عندك يعني العضويه في بعض الجمعيات، واش انت توجد هذه الجمعيه لهاد الناس؟ يعني واش كيوجدوا شي حاجه؟ واش كيوجدوا والو؟ واش يعني عندهم شي افكار؟ واش كاين شي اشياء اللي غتفيد المعاق بصفه عامه وكفيف بصفه خاصه؟ هو احنا في الجمعيه الرياضيه السراويه للاشخاص تحيه للبطوله الجمعيه الرياضيه السراويه للاشخاص في 2020 كنا خدمنا على واحد المركز سميتو مركز تمكين للاشخاص المكفوفين ضعف البصر. نعم. الدور البيت اعطى دروس في الانجليزيه في هذا المركز. بارك الله عليك. لتذكير السيدي عبد الرحمن لحو هو عنده الماستر في الدراسات الانجليزيه. نعم. تقدر تصح لي مزيان. لا لا تبارك الله عليك. انت ما كتشوفو تبارك الله الكفيف راه ما تيشوفش بزاف والحمد لله هو حقق الانجاز. ربما تقدر تلقاو دابا تفكر في الدكتوراه ولا في شي حاجه اخرى. ان شاء الله. تفضل السلام. قلت لك فوالا حنا في الجمعيه الرياضيه السراويه لرياضه الاشخاص المكفوفين ضعف البصر عملنا على انشاء مركز تمكين للاشخاص المكفوفين ضعف البصر اللي تيهتم بمجال التربيه غير النظاميه، لانه بغينا ولا كرهنا كاين واحد المشكل كبير عند واحد العدد ديال المكفوفين مسألة التربيه غير النظاميه، كاين اللي مثلا كيفقد البصر ديالو مثلا في المراهقة ولا في بداية مثلا مرحلة الشباب، ومن بعد فوالا كيما تنقولو بالدارجي تيحصل. نعم. واش فهمتي؟ المدارس المبصرة ما تيبقاوش يقبلو عليه، كيكون هو التكوين الأكاديمي ديالو مازال ما كملوش، فا خص حل. نعم. خص حل لهاد الناس، راه كاين اللي كينقطع على الدراسة عامين ثلاث سنين حتى أربع سنين، فحنا في هذا المركز هذا كنقومو بالاهتمام بهاد الفئة هادي. وبطبيعة الحال كنقوموا بطبيعة الحال بإعطاء دروس في مختلف المواد، عندنا أطر تخدموا الاجتماعيات، عندنا أطر تخدموا اللغة الفرنسية، عندنا أطر تخدموا اللغة العربية، عندنا المهم كنظن بأنه حنا يعني فريق متكامل كيعمل على مساعدة هذه الفئة هذه بشكل تكون بين الأكاديمي، والدليل أنه دابا عندنا طلبة جامعيين، كاين اللي كاع حصل كاع الإجازة ديالو توظف، كاين المهم يعني خدمنا في هذا المركز هذا في هذه الفترة الوجيزة خدمنا في هذا المركز. نعم. إذا شنو كتقول يعني في رأيك ديالك المجتمع يعني كيفاش شنو خصو يدار بالنسبة يعني كيفاش بغيت يوم العالمي اللي خص المعاق يكون؟ أنت دابا شنو بغيت تحط لي مثلا إذا تعطيتك شي مسؤولية في 2022 إن شاء الله شنو بغيتي شنو كيفاش ندوزو اليوم العالمي للشخص المعاق؟ كنظن بأنني كنتكلم ديجا على هذا الامر، هو كما قلت اليوم العالمي للشخص المعاق خصو يكون فرصة لتدارس ما انجز وما سينجز لهذه الفئة. انا كنظن بانه في كل يوم عالمي للشخص المعاق في كل سنة خصنا نكونوا حققنا واحد الحاجة، خصنا نكونوا حققنا واحد الانجاز، واحد المشروع لهذه الفئة. مثلا هذا العام مثلا هذا العام مثلا كنخدمو على الأولوجيات، العام الجاي مثلا خدمو مثلا سيدي مثلا على بطاقة المعاق،
نعم. بطاقة المعرض فوالا فنقاش كبيرة بطاقة المعرض. نعم. مثلا واحد العام مثلا نخدمو مثلا على ما يسمى بالملف ديال التربية الدامجة، يعني فاش يجي اليوم العالمي للمعرض الجاي خصنا نكونو مشينا واحد الخطوات إلى الأمام في هذا المجال. فانا اعتقد بانه اليوم العالمي للمعرض ما خصوش فقط غير يمر مرور الكرام وندوا على شخص وضعيه الاعاقه وندوا نديروا التشخيص ديال الواقع، لان التشخيص كنظن بانه ما كاينش شي معرض ما عرفش الواقع ديال الاعاقه في المغرب. صحيح. ما كاينش. ثاني حاجه كانت واحد الاحصائيه اللي خرج بها واحد الاستاذ وهي صراحه احصائيه خطيره جدا، اللي كتقول بان 90% الأشخاص بوضعية إعاقة لا يعرفون حقوقهم. هذا هو المشكل، يعني مشكلة كبيرة جدا. هو صحيح كما قلت خص وضع مشاريع وخص ما يسمى بالتوعية، وهذه التوعية خص تخدم على الجمعيات. نعم. إذا يعني هذه المشاكل كلها إذا كانت الجمعية حقيقية خص هما اللي خصهم يرفعوا بالمستوى ديال المعاقة سواء فكريا أو علميا. أو أبسط الحقوق هو أو أبسط العلوم هو يعرف ما له وما عليه. إذن هذا هو الأساس في هذا، وهذا هو الهدف ديال حتى في هذه القناة اللي كنشغلوا بها هنا، كنقربوا الكفيف يعني باش يعرف أشنو كاين، وكذلك حتى المبصرين يعرفوا أشنو خاصو يكون يعني في عالم يعني ديال الكوفين. إذن وكاين حتى واحد النقطة أساسية ما كيديروهاش الجمعيات، وكنتمنى غير واحد النقطة أساسية وبسيطة جدا باقا عندنا فيها المشكل في المغرب. شنو هي؟ مثلا النوبة، مثلا تتمشي لشي مكان مستشفى، أو مثلا تتمشي لواحد المكان عمومي، أو غير مثلا باش تاخذ الفلوس ديالك في الكليشي في بنك من الأبناك، تتمشي تيجي واحد المبسيط تلقى الناس تيشوفو، وأنت مثلا معاق حركي بالعكاز ولا انت ما كتشوفش نهائيا، يجي تيقول لك شد النومه. يعني اذا كيفاش غنديروا نوعيو هاد الناس اذا ما تحركوش هاد الجمعيات وتحركوا الاخوه، ومثلا حتى الاعلان، علاش مثلا ما يكونش واحد البرنامج في القناه يعني الوطنيه يقول يبينوا بان المعاق راه عنده الحق في الاسبقيه وعنده الحق في الاولويه في كل شيء، ماشي انه يعني جبر الخاطر، وانما هذا حق من الحقوق والواقع. هو اولا استاذ كريم شكون تكلم على الجمعيات؟ نعم. الجمعيات نوعين. نعم. كاين الجمعيات اللي فعلا كتقدم خدمات للاشخاص بوضعية الاعاقه. نعم. في المجال الرياضي، في المجال الثقافي، في المجال التقني. نعم. في هذا. نعم. كاين واحد العدد كبير من الجمعيات اللي همهم الاول والاخير هو الاسترزاق من هذه الفئه. تماما صحيح، هو ما اكثر هو الاسترزاق من هذه الفئه. تاخذوا الملفات وتسترزقهم. صحيح. الاسترزاق. تفهم معك في هذا الشيء. الاسترزاق من هذه الفئه، اش كنقصدوا بالاسترزاق؟ صدوا به هو مثلا في شهر رمضان المبارك او في الاعياد. نعم. كيعيطوا لهم حقا ما حقا غادي تاخذوا التمويل. نعم. زيت والسكر والطحين. نعم. صحيح هذاك عمل تضامني، ولكن هذيك راه ماشي المهمه الرئيسيه الاساسيه للجمعيه. نعم صحيح. الجمعيه خصها من الواجب ديالها انها خصها تكون جمعيه واعيه. نعم. خصها تكون جمعيه واعيه المسؤولية اللي عليها. نعم. هذا المنبر سيدي عبد الرحمن سمح لي قطعتك، كنقدم واحد النقطة لجميع الإخوة المكافيف وضعاف البصر، أي مكفوف أي ضعيف البصر إلا بغى ينخرط في شي جمعية أنصحه بنصيحة واحدة يديرها، ما يديرش جوج، دراسة القانون الأساسي ديال هذه الجمعية. باش نشوف أنا هذه الجمعية واش خدامة معايا ولا ضدي. لا دابا دابا بين المشاكل الكبرى بالجمعيات. نعم. هو دابا من هب ودب دابا تيجي الجمعية. صحيح. من هب ودب صافي اللي كما تنقولوا بالدارجه اللي منطقه ما يقدرش يمشي تيأسس الجمعية. صافي تيختار مع الناس صحابو هو رقم خمسه. واحد الجمعية كاين. واحد العدد ديال واحد العدد كبير ديال الجمعيات ما عندهمش اصلا وعي بالقضية ديال الاشخاص بوضعية الاعاقة، ولكن المهم كيديروا داك الموديل ديال الاشخاص بوضعية الاعاقة باش كيما تنقولوا باش كيجيو من الدعم وباش كيجيو من الدعم. اذا يعني غنكتفيو بهذا القدر، هذا الموضوع هضرنا يعني بشكل يعني عام على اليوم العالمي للشخص المعاق، برودة اليوم العالمي للشخص المعاق. يعني في الحقيقة هذا العام انا بان لي
بل بزاف. اذا بقى ندير معك ان شاء الله حلقه اخرى مباشره حول استفادتك لبعض التكاوين او من بعض التكاوين لتتمارسها من اجل الاعاقه البصريه وكيفيه التعامل مع الاعاقه البصريه. غالبا ان شاء الله تكون حلقه مسجله بحال هكا. وكنشكر مسجل الحلقه الاخ زكريا المهتدي، الله يجازيك بخير بارك الله فيك. تحياتي لكم من قناه اصحاب البصائر، معكم المهدي مدواري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.